او ما جاي يسمع لي ما والله السلام عليكم. يلا السلام عليكم. حياك الله. عليك السلام استاذ علي. حياك الله استاذ عمار. الله يعافيك الله يحفظك. شلون صحتك؟ انا قبل كل شيء اعتذر يعني للفتره اللي فاتت ما واكبت وياكم. الله يكرمك. بسبب يعني ضغط الظروف وال والله ادري انا مكثف الحمد لله على كل حال. والله ادري المجهود اللي جاي تبذله يعني عندي تفاصيله. الله يسلمك ويحفظك. عاشت ايدك وجزاك الله الف خير. يعني وصلنا هسه احنا لمستوى حلو وان شاء الله مستمرين. هو الاستمرار هو المهم. يعني لازم ايش قد ما عندنا سستينابيلتي عالي هو هذا اهم شيء. القليل المستمر يعني خير من الكثير المنقطع. فاحنا اهم شيء باقين بهذا المشروع ان شاء الله الى نهايه يعني جيده باذن الله ان شاء الله. بس قبل يعني دقائق كنت اسولف ويا احدى الاخوات بالفريق. نعم. انه احنا ان شاء الله يعني رايحين باتجاه انه شويه نعطي فيول لهذا المشروع. نعطي باور اكثر. راح نحصل له ان شاء الله داعمين وراح يكون الى تواجد على الارض همينا مثل ما قلنا قبل كم يوم. نحاول نسوي بعض الفعاليات يعني تكون حضورية داخل قاعات مثلا بالجامعات أو غيرها من الأماكن حتى يعني نبدي يعني يبدي ياخذ جدية عالية أكثر من مجرد أنه محاضرات جاية العرض. يعني نريد نطلع بمبرمجين بايثون محترفين بإذن الله فيما بعد. يعني أنا يعني اليوم صدت عدي بالدورة يعني مبرمجات اثنين يعني من حقنا ان نفتخر بهن بصراحه ان شاء الله. كل هم محط الفخر اكيد. اي دزولي كودات يعني هذه الكودات مو مال واحد داخل دوره عندي. انا ما عندي هيك شيء مستوى اوصل ليش ناس. نعم. ناس محترفه جدا يعني في الاداء اداء محترم جدا يعني ما شاء الله. اي والله وانا يعني اريد اتكلم على الملأ يعني اخواني واخواتي يسمعوني يعني اللي هم ساره مهدي الموسوي. ساره الموسوي ما متاكد اعتقد والدها مهدي او جدها. والاء بسم الله الرحمن الرحيم. الاء شلون نسيت انا اتذكر اول مره قلت لها الاء ولا علاء بالدوره السابقه يعني بس هي موجوده ويانا. نعم. زين. لا طبعا
طبعا الاء سوت يعني سوت كود الاء مصطفى، هذه طالع عندي سنه دورت الاء مصطفى سوت كود يعني عباره عن برنامج يعني كوديان ملفين، واحد بي كلاس وواحد ودت على الكلاس استدعتها وسوت البرنامج مالتها. البرنامج مو طويل لانه يعني شلون واحد يقول هنا هنا البصره هنا بغداد، يعني يعني هي يعني خلت الرايه وقالت احنا نسوي الكلاس ونستدعي الكلاس ونشتغل اوبجكت اورينتد. يعني لما نتكلم ونريد نسوي ناس محترفين، احنا اليوم وصلنا الى 2 محترفين. ساره الموسوي كتبت برنامج يعني انا ما عندي تشبيه اخر، يعني بروس لي جاي يدق له على واحد ما يعرف يتعارك. يعني كتبت البرنامج بقوه شخص مهووس في البرمجه. يعني بصراحه انا ما ارد ادعي مدعيات يعني، لكنه المستقبل ان شاء الله راح يكشف عن هذه الطاقات. هذه الطاقات الموجودة مجرد محتاجة أن محتاجة شو نقول يعني المادة العلمية أن توصل، يعني أكو قابلية يعني لاحظ. ومثل ما تفضلت جنابك الموجودين كلهم كفاءات، بس تعرف ما أعلنوا على أنفسهم يعني ما أعلنوا عن يعني يعني أنا متأكد أكو بعد بس يعني ما يعني انا جاني برنامجيا طبعا قبل 4 ايام ساره دازت يعني ما قاري ما فاتح ايميلي واليوم دزت 6 آلاء ففتحت لقيتهم 2 وقريت الحلول. انا يعني ما اخفي كل مره من اقرا الواجبات اقرا وقلبي يعني مقبوض، لأن عادة من تجين الواجبات عادة يعني بيها أخطاء يعني، بس دائما من أفتح الواجبات أفتحها أدور على اللؤلؤ هذا اللي داخل جوه بالبحر ماكو يريد له واحد يغوص له. اللي أول واجبات كان شخص اسمه والده صبيح يمكن، كان جدا ممتاز يعني بالترتيب مالته والحل مالته كان صحيحة كذلك يعني، بس هو لما واحد مبتدئ ويكتب برنامج مرتب أعتقد حارث اسمه، حارث كان اسمه نعم تذكرت زين. فهي يعني بصراحة أنا جايب واهس اليوم ومتونس، والفضل لسارة الموسوي وإلى استعلاء ذن الأخوات. أنا يعني هاي قدامك يعني رصيد مفتوح. نعم. شنو يحتاجن؟ أخاف ما يتواصلن يعني مباشر. نعم. من خلالك شنو يحتاجن أستاذ علي؟ أنا حاضر. الله يسلمكم جميعا، موفقات الأخوات وكل الأخوان والأخوات اللي موجودين ويانا إن شاء الله. أنا قبل أن نبلش بس عندي نقطة واحدة، شغلة التسجيل على المنصة هذه اللي يسوون بها RSVP، هاي دزيت الرابط بس أكد على هاي النقطة لأن هاي تفيدنا إحنا كفريق يعني كشابتر GDG، هذه تفيدنا، هاي من متطلبات الإيفنتات مالت GDG. فيا ريت اللي بعده ما مسجل، هي مرة واحدة للدورة كلها للليفل أقصد، يا ريت اللي بعده ما مسوي RSVP على الرابط هسه دزيته على الشات، يا ريت هذا تسجلون عليه إن شاء الله. ونبلش إن شاء الله اليوم على بركة الله ويا أستاذ عمار بدرس آخر في سلسلة المستوى الثاني من The First Step in Python. يتفضل أستاذ عمار إن شاء الله. شكراً أستاذ علي، أنا ممنون. الله يسلمك ويحفظك. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية،
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يا الله. تحية للإخوان جميعا، الأخوات. خلونا نبدي بالهدايا اللي اليوم اجتنا. هدية الأولى يا هي قدامي هسه، هذه هدية 6000، وهذه هم هديتين جمعتها، هو برنامج واحد، هذا هو البرنامج شوفونه. 6000 ما مسوي الترتيبات اللازمة الداخلية من حيث التنظيم، لأنه البرنامج جدا رائع يعني. احنا وصيناكم تذكرون يعني نشرح هنا هذا شيء يسوي هذا شيء يسوي. انا طبعا متاكد انه الامور واضحه قدامي وهم قدامكم زين، بس قصدي يعني حتى واحد يستسلم على هذا الموضوع. هذا خلص، هذا كلاس، هذا انشاليزيشن مالتي الكونستراكتر، وهذه ميثودز، وهذا البرنامج استدعى استدعى الكلاس اللي هي مخزونة باسم بوك، وهذا اسمها بوكس، استدعاها وخلى القيم الابتدائية، وعند التنفيذ تشوفون الروعة قدامكم. طبعا هذه مال Object Created انا يعني خليتها بس للدلالة، هي خليتها يبقى تمسحها ما نحتاجها، اذا هي بعد هي كيفها يعني، هو الشخص المبرمج هو شخص اللي يحتاجه واللي ما يحتاجه يعني. يعني الموضوع بعد ما يرار له كثير شرح، اللي يريد يتعلم على الكلاس وكيفية انه يصنع اوبجكت من عنده ويستخدمه ويخلي الكلاس بمكان، هذه القصة كاملة، هاي المجموعة الكاملة، ما سامعين ان واحد يألف مجموعة قصص سموها المجموعة الكاملة، المجموعة الكاملة لمن؟ إلى دورتنا في الأوبجكت أورينتد. اختصرت 6000 في هذا البرنامج. السلام عليكم أستاذ عمار، يا ريت بس فكرة البرنامج حتى لا يصير تكرار عليها. راح لا 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 ما حتى تكرر ما مشكلة، وهسه أنزل لكم بالشات يعني هسه تشوفونه، لأنه ضروري تشوفونه بالشات. خليني هسه وين الشات مالتي هذا، بس انا ما عندي صلاحيه ارسال رساله، ممكن استاذ علي يعني في مجال اصير هوست، او يعني ما ادري هو مو هوست مو الا هوست، كنا نرسل سابقا يعني. استاذ علي تسمعني؟ لا في استاذ عمار، اريد ارسل رساله بالشات مفتوح المفروض. والله نعم. الدكتور جاوبني يعني، بس يعني نعم. ليش انا يعني هوست اونلي اريد ارسل. السلام عليكم استاذ عمار، مو بس انت، الكل الكل ما مفتوح عندهم حبيبي هسه، حتى انا جاي احاول هيك بس للتجربه كوني هيك يعني بس مشارك، هم يجي لي انت يعني بس الهوست عنده امكانيه فقط. اي صح، ما اعرف يعني هو سابقا ما اعرف يعني زين ماشي، ادز على الجروب، ادز على الجروب ما مشكله، حتى ذاك اليوم بالمحاضره ارسل شيء اني يعني وما قدرت يعني. ما مشكله. خلينا نشوف. العفو استاذ، استوى فتح دكتور مصطفى، استوى فتحها. ها يعني هسه عندك تقدر ترسل رسالتها على استوني على الشات؟ لا 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 انا بس الملف ما ارسل. ها 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 لا درس الملف ملف ها ها. لا مركله مو نصوص. لا تمام سعد خالد الله يحفظك. زين خلي نشوف هدية ستسارة. هذا هدية ستسارة. ستسارة خلت كلاس بمجموعة ميثودز، وخلت هذه الميثودز بكل بساطة وبكل سهولة ويسر طبقتها، تلاحظون، بالاعتماد على مجموعة قيم تدخل
الى ليست داخل الميثود، وتقدرون تشوفون طريقة كتابة الكود، طريقة مو تقليدية. يعني هو ما اخترعنا القمر الصناعي، لكن الطريقة مو تقليدية، الكود مو بالطريقة العادية اللي أغلب من يكتبون الأكواد يستخدموها، لا، كانت متمكنة من أدواتها. هذا التعبير الدقيق والوصف الكامل لهذا الكود، شخص كتب الكود وهو متمكن من أدواته، يعرف يخلي قيم. طبعا اكو خلل بسيط هيك ما يسوى، يعني ما حكيت فيه زين، يقدر يستخدم، يعرف يستخدم الفور بطريقته، يدخل البيانات بطريقته، يستخدم الليست بطريقته، يستخدم يعني متمكن من ادواته. زين، خلونا اليوم نرجع الى الجي يو اي. الجي يو اي اخواني اخواتي، احنا موعدينكم انه نشرحها يعني من جديد، قلتوا لنا الماده طلقت بها بسرعه، ماده صعبه، بناء على كلامكم ان شاء الله راح يعني راح اكرر الكلام، بس راح يتكرر كلامك بطريقه سريعه، لان انا اعتقد الشخص اللي عنده اشكال في مكان راح يقول لي هنا عندي عدم فهم، ما يقول لي كله، ما معقوله كله يعني. العمل بشكل واجهات رسومية اللي هو الجي يو اي، اللي هو مو هذا اكيد، هيك كنا قبل، هذا سي ال اي، طبعا هذا ايضا راح يطلع لكم، هذا هم سي ال اي، اوامر كوماند لاين انترفيس، صحيح زين. هذا تطور واصبح ايش، اصبح بشكل واجهات وبوتونز، وتدوس دقمه وتخلي بيانه بتكست بوكس وتقول له ارسل سبمنت وهكذا، هذا جي يو اي. الجي يو اي في بايثون يعتمد على مكتبة التي كي انتر، كلها سمول زين، مثل هذا ماشي. وهذا التي كي انتر هو يعمل تحت مظلة بايثون ويتعامل مع لغة التول كوماند لانجويج. نعم، والتول كوماند لانجويج هي هذه لغة تتعامل مع الأوبريتنج سيستم، والأوبريتنج سيستم تعرفون شنو، وهو يتعامل بالمباشرة مع الهاردوير. تمام، المودول المسؤول عن الجي يو اي، أنا ما بصراحة ما متأكد ناسي يعني هل هو بلت إن أو يتنصب يعني، من زمان عندي. على العموم مطلق المودلز اللي تحتاج ان تنصبها في بايثون، هي غالبا المودلز يعني بولت اوت لازم تسويها داونلود، انت محتاج ان تذهب الى حيث البايثون، تدخل في فولدر اسمه سكريبتس وتكتب الايعاز التالي pip install وتكتب اسم المودل، pip مسافه install واسم المودل اللي تريد تسوي له داونلود، مثل gttS pip install gttS وهكذا، ينتهي ينطيك عبارة successfully installed، ويعني الشغلات البقية تكون ملحقة. زين، pip install pandas، هذا أيضا هذه مكتبة أنا ما أخذتهم صور هذين من نزلتهم. زين، pip install pytsx3 مثلا. هذا البيب، هذا تول داخل البايثون تستخدمه لأجل هذا الغرض، سوي داونلود من خلاله إلى إيش، إلى المودلز. هذا أحيانا يكون قديم لأن تنزل تحديثات، والتحديثات مو مثل ما إحنا حسبنا قالاتنا البرامج تتحدث تلقائيا من خلال جوجل بلاي، فأنت من تجي تستخدمه تتفاجأ أنه قديم، يعطيك رسالة ويقول لك حدثه ويعطيك الصيغه مال التحديث، والصيغه هي هاي: بايثون مسافه ماينس ام مسافه بيب مسافه انستول مسافه داش داش جريد بدون مسافه مباشره ملزوقات بها داش داش جريد مسافه بيب، تدوس كلمه الانتر
راح يبدي يسوي داونلود وينصب ويكمل وينطيك عبارة successfully installed وينطيك أيضا الفيرشن مالتك. ماشي بس خلصنا. بس الريد هذا ورا ما عرفنا الريد نكتب برنامج في بايثون بي شنو بي بي الإعازات الأهم لتكوين شنو لتكوين ويندو أو فورم import tk enter as tk. هذا شنو tk alias؟ شنو يعني alias؟ أبدأ استخدمه بدل ما استخدم داخل البرنامج tk enter كلمة طويلة اكتب له بس tk لان tk enter طويلة يعني خلاص. when هذا متغير يساوي لنا tk dot يعني tk enter dot tk واحدة من خواتي قبل لا اطلع يعني للزياره يوم الاربعاء بالليل كانت كاتبه تي كي كابيتال لا بس التي كابيتال خلاص. صار عندي شنو هسه صار عندي ويندو هاي طلعت كذلك الويندو زين صار عندي ويندو وما بيها اي محتويات ومحتويات الويندو اكيد حكينا عن اسمها وسميناها ويدجت هذا الاسم ويدجت هذا المحتوى الواحد ويدجتس يعني مجموعتها مجموعه زين اهد اذا تلاحظون التايتل مالتنا مكتوب تي كي زين قدام التايتل تي كي خلينا نشوف شلون غير التايتل ويندو تايتل راح نكتب جي دي جي لاحظوا تغير التايتل تمام هذا كله سنسوي برنامج بحسب الوصف هذا الويندو مالتنا لطيف صغير ممكن احنا نكبره ونصغره ونسوي له عمليه ريسايز ماشي هسه وين دوت ريسايز راح نقول له مثلا ترو فارزه ترو احنا عندنا مشكله انا ما حافظ الاعاز عدل هذا وين ريسايزبل 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 نعم احسنت احسنت اي كوركت ريسايزبل ريسايزبل احسنت نعم سايزبل خليني اتاكد من الاملاء مالته سايزبل نعم تمام ترو ترو خلاص هسه هذا الويندو مالتنا وين الويندو وين صار صفر هذا الويندو مالتنا هسه هو ريسايزبل من الجهتين الاكس والواي هسه اريد نغير بي نقول له يا بالاكس خليه مو ريسايزبل هذا الاكس ما يتكبر هذا حده زين اما الواي فما اخذ راحته وكذلك الواي هسه تحكمنا بمن بحجم الويندو لا افقيا تتوسع ولا عموديا تتوسع تمام حجم الويندو له اعاز ويندو جيو تري هذا الاعاز ياخذ لك القياسات مالتك 300 في 300 على سبيل المثال هسه انطاك الحجم مالت من مالت الويندو بالبكسل تمام شو اخذنا هسه اخواني اخذنا انه التي كي انتر كمودل المودل شلون تتنصب اخذنا تي كي انتر كذلك شلون نستخدم داخل البرنامج نعطي إلياس نعرف متغير اسمه وين ونخليه يصير ويندو بالاعتماد على التيكي انتر مثل ما هنا أنا واضح قدامكم وتعلمنا نعطي تايتل وتعلمنا نتحكم من حيث إعادة الحجم مالته يكبر يصغر أو لا وتعلمنا أيضا أن نعرف حجم عفوا أن نعطي قيمة إلى حجم الويندو 300 في 300 طبعا هاي 300 افقيا
وهذا 300 ثانية عموديا. هسه أبحث عندكم لأنه صار بعد مو مربع. زين. كذلك مكان ال مكان ال الويندو وين إحنا نريده هذا نخلي بس زائد ونطي مثلا الاكس مالته ككوردينيت ونطي الواي ككوردينيت. لاحظون وين صار؟ خلي انزلها. هذا صار مكانه. زين وين نقطة الاصل؟ هذه نقطة الاصل العليا اليسار. هذا نقطة هذا الصفر صفر وهذا من هاي يتدرج 1 2 3 4 لحد 300. هذا 300 زين. وهذا شنو يتدرج وهذه ال ايش قد قلنا 400 يمكن. زين ماشي خلي نجي هنا. اكو فانكشن هذه هي اكو تو فانكشنز يا ريت تتعرفون عليهم ميناتهم. الفانكشن الاولى تجيب لك حجم شاشتك. احنا مو عندنا تلاحظون فنساله هنا عندنا الريزوليوشن. انا هنا الافقي 1600 والعمودي 900 مو صحيح؟ ماشي. احنا هسه شو نريد؟ نريد هو يسولف لنا هذه السالفه. البايثون يقول لنا انتم قياساتكم كذا بكذا. خلينا نشوف شلون راح يسولف لنا هذه السالفه. نعطي هذا الفانكشن. نقول له when h تساوي when dot screen height اطبع ال h طاين 900 الارتفاع. واحنا من الساعة شفناه 900 وهسه خلي اذكركم به هذا 900 العمودي ال height. زين عندي ال width تساوي لي when dot اي صحيح اطبع ال w 1600 تمام. احنا نريد هسه شو نسوي؟ هسه عرفنا اعدادات الشاشه مالتنا ومن ها خل نغيرها حتى هم نتاكد اكثر. نغير اعدادات الشاشه مالتي. صارت اعدادات الشاشه مالتي 1280 في 720. احفظ الاعدادات على حسب الاصول. هسه نروح لبرنامجنا. هذا بالساعه كان 900 صار 720. هسه العرض صار بدل ما 1600 1280. شو اسوي انا هاي الفره كلها؟ شنو السبب؟ هذا الفره انا افتريتها لان احنا محتاجين ان نستخدم هذه الفانكشنز تو فانكشنز او بالحقيقه الميثودز. زين حتى شو نسوي؟ حتى نوسط شاشتنا. زين خلينا نجي نفتح البينت. انا جاي اتكلم بهذا التفصيل لانه انا الشرح من المحاضره السابقه قلت لي ما مفهوم. هذا الشاشه مالتي، الشاشه مالتي هذه 1600 وهذه عندي هنا 900 ماشي. واريد اجيب ويندو معينه واخليها وين؟ بنص الشاشه بالسنتر مالت الشاشه. الويندو مالتي عرضها 300
اسبوع ارتفاعها 200. زين لما عرضها 300 وانا عندي هنا 1600، اذا ايش قد يبقى لي من اليمين واليسار؟ كل الباقي هو 1300، اذا 650 ب 650 صحيح. زين اذا هسه احنا عرفنا انه راح يكون الاكس مالتنا 650. هذا ايش سوينا؟ شلون عرفنا هذا الشيء؟ لما اخذنا نص المتبقي، هذا ناقص هذا على 2، هذا ال 1600 ناقص ال 300 شو يبقى؟ يبقى 1300 تقسيم 2 650، اللي هو شنو؟ اللي هو الاكس مالت من؟ مال الويندو مالتي. نجي الارتفاع، الارتفاع الشاشه 900، اذا طرحنا من عندها ال 200 يبقى 700. ال 700 نصها فوق ونصها جوه، واحنا متفقين بالسنتر، يعني 350 صار 650 350. هذا شلون كتبناه؟ كتبناه بهذه الطريقه، كتبناه قلنا له نص اعداد الشاشه 1600 ناقصا عرض الشاشه 300. 1600 ناقص 300 هنا يبقى 1300، نصها 350، هو هذا الاكس كوردينيشن مالت من؟ مالت الفورم مالتي بالجيومتري. زين والارتفاع نفس الشيء، الارتفاع مالت الشاشه الويد عفوا الهايت، اطرح من عنده ارتفاع الويندو اللي اكونها بالبايثون، والناتج اللي هو كان 700 ضربه في 0.5 راح يطلع لي 350، وخلي لي 650 واكس 350، عفوا خلي لي 300 اكس 200 ومن ثم 750 ومن ثم 350، لان هذه القيم كلها موجوده عندك فوق هنا بالبرنامج. طبقوا البرنامج وغيروا بالقيم وشوفوا. وقبل كل شيء شوفوا اعدادات شاشتكم، طبعوا هاي القيم كذلك. زين وبحيث تألفون الطريقه هذه، يعني احنا نحفظها اكيد يعني، بس اذا اريد نفهمها فهذا الشرح اللي شرحته لكم في برنامج البيت اذا اردنا نفهمها يعني. شنو عندنا بعد؟ هذا الجيومتري عرفنا نستخدمه مع البوزيشن عرفنا له، الريسايزنج وقفناه، تايتل اعطيناه، الفاريبلز في التي كي انتر شويه لها خصوصيه تختلف عن الفاريبلز العاديه الساذجه البسيطه اللي اخذناها في الدوره الاساسيه. اخواني انتم شلونكم زينين؟ ما اسمع لكم. حس وياك استاذ عمار. وياك استاذ عمار. ماشي الامور. زين هنا الفاريبلز، هي عباره عن اوبجكتس، زين شكرا ممنون من جناكم كلكم. هذه عباره عن اوبجكتس، هذه الاوبجكتس في يعني قديما في الاوبجكت اورينتد سابقا كان الكابسوليشن، احنا ما اخذنا الكابسوليشن بالاوبجكت اورينتد يعني هو تقصير من عندي. زين كان الكابسوليشن يستدعي البيانه بجت ويعد البيانه يخليها بالفاريبل بست. زين احنا في بايثون مو ما نستخدم الست والجت، بكيفنا ايش ما نستخدم يعني ماشي. فلما نريد نستدعي بيانه مثلا نيم، النوع شنو؟ النوع سترينج، نستدعيها بالجيت. لما نريد نخلي بيها بيانه نخليها بمن؟ بالست. وهذا راح نشوفه في البرامج يكون اوضح هذا الحكي. هنا حكي الانواع البيانيه الموجوده، انتجر، سترينج، دبل. زين انا هنا يعني كاتب سترينج وما كاتب تي كي، هو تي كي دوت سترينج، تي كي دوت دبل، تي كي دوت بوليان. زين وإلها قيمة افتراضية، الانتجر رقم القيمة الافتراضية إلى صفر، سترينج نان أو نول، إحنا نسميها بايثون نان بس كل اللغات السابقة كلها نول، داتابيز كلها نول كذلك. الدبل صفر دوت صفر،
البوليان، البوليان ما إلى قيمة افتراضية. زين بعد شنو عندنا؟ هذا نأخذ بعدين سبلاش ويندو أن نتمكن أول مرة. أكو هسه إحنا عرفنا شنو ويجت، مثل البوتن هو ويجت، تكست بوكس هو ويجت. أكو لها أوبشنز، أكو أوبشنز هي مكررة بكل الويجت. زين وأكو أوبشنز العفو هي خاصة ببعض الويجت، وهذا يعني مرور الأيام إحنا نبدي نستوعب الموضوع، يريد لممارسة يريد لحفظ. يعني لما راح نعطي الوجت راح نعطي الاوبشنز، بعض الاوبشنز ما راح اعطيك الاوبشنز اكيد، يعني اكو تبقى مساحه لكم اكو اللي نشوف ما له اهميه. طبعا هذا ما له اهميه لما تحتاجونه راح يكون اهميته قصوى يعني، بس اقصد ما له اهميه اقصد يعني قليل الاستخدام، مو ما له اهميه ومهم يعني بالنهايه. هذا الملف ان شاء الله تذكروني بالتليجرام، خاف انسى، قلت ولي دزلنا ملف الانترودكشن اسمه الانترودكشن. زين هسه ندخل وين؟ ندخل في برامجنا اللي هي خاصه بالوجت. راح ناخذ ملفات الوجت واحد واحد وندخل بهن بالتفصيل. احنا سوينا نظره عامه عن عن الوجت، بس محتاجين هسه شو نسوي؟ ندخل تفاصيل كل واحد من عندهم، شوف شنو عندنا من تفاصيل عن هذا الوجت. راح نبدا بالليبل لانه الليبل هو ابسط وجت موجود داخل الجي او اي. زين طبعا نتكلم عن وجت، لازم اول مره نتكلم عن من ننشئ الويندو. ماشي، امبورت كي ان تر اس تي كي. زين بعد اي خلينا هيك هسه وين تساوي لنا تي كي دوت تي كابيتال كي. زين بعد وين دوت جيومتري تساوي لنا 200 اكس 200. خلونا ننفذ. تفضلي. ها سوري بس جاي اجرب الصوت، سوري. اوكي زين هسه هذا شنو عندنا؟ عفوا انا سديته. صار عندنا ويندو وبدون تايتل ما يخالف. زين وليش بدون تايتل؟ خلي له تايتل وين دوت تايتل. شو نقول له؟ نقول له ليبل كود. يعني نحكي عن الليبل، هذا نتكلم عن الليبل. هسه نريد نسوي شنو؟ نجي ملفنا نريد نسوي الليبل مالتنا. الليبل مالتنا تي كي او تي تي كي، هسه بعدين نفرق بين التي كي والتي تي كي. ليبل دوت ليبل ال كابيتال. ماشي ديرون بالكم هالمسائل. وين مكانه؟ وينها وين؟ هذه وين؟ هذا مكانه بالوين. تمام ماشي. بعدين نطي دالة الجريد كولوم كذا ورو كذا. بالمناسبة أنا أكتب رو كولوم، إلا أنه دا تكتبونها بالعكس كذلك تشتغل. زين نصيحة، هذه الصياغة لا تستخدموها، راح نكتب صياغة أخرى هي اللي تستخدمونها. ماشي هسه شو نقول له؟ نقول له يا بع عندنا متغير، شو نسمي اي شيء يساوي لنا تي كي دوت ليبل بالويندو، وهذا الليبل اسمه شو يعرض لنا؟ راح يعرض لنا this is the first. على قولت اكو واحد يسميه بوي جي او اي، يعني هو اجنبي يعني مو عيب عادي، هم الحكي هم الاصح من عندنا. جي او اي بروك رام. ماشي هسه شو راح نعرضه؟ ما راح اقول له دوت جريد، لا راح اقول له هذا المتغير دوت جريد
الرو مالتك تعرفون شنو الرو يساوي صفر، والما يعرف الرو اخي قل لي يساوي لنا صفر. الرو يعني الصف، كولوم العمود، يعني هو جاي يقسمه الى شنو صفوف واعمده. ماشي خلينا نشوف شو يعرض لنا. تكست تساوي تكست تساوي this. عرض لنا شنو ما سويت انا. يلا ماشي احنا شنطيناه جيومتري حسب الاصول، نغير شوي اعداداته زين، انطيناه انطيناه الليبل مكانه وين بالصفر صفر. خلي يخالف دقيقة واحدة خلي نشوف شنو. طبعا بالمناسبة البرنامج مالت المنافذة يعني عادة هي تنكمش بحجم ايش، بحجم الوجتس اللي بيها. احنا نسيطر عليها من خلال هذا. انا هسه ارتبكت بصراحه يعني ما صاير عندي عاده، يعني لازم يعطيني حجم ويخلي لي بيه شنو الوجتس مالته. هسه انا اشوف شنو المشكله، مو قصه يعني نحلها يعني. ايش عندنا؟ عندنا الاوبشنز مال سال عمار. ها عيني مو ريسايزبل؟ لا لا ما منطي انا ما ريسايزبل، بس لا يعني لازم اي تفضل نغير حجمها الجيو. لا لا منطيها حجم. انا هذا هسه زائدا مثلا 400 وزائدا 200 مثلا على سبيل المثال، هذا مكانها منطيتها لها مو بس حجمها. كوتيشنات ولا بدون كوتيشنات؟ شنو اللي بدون كوتيشنات؟ الحجم. لا الحجم فيه. الحجم هذا لازم كوتيشن واحد هذا من هنا هنا. اي هسه اشوف شنو المشكله، ما تطلع شغله ما تسوى يعني. زين يعني هسه اراويكم مثلا برامج معينه وينها مثلا هذا دروب بوكس. المحاضرة استاذ سويتها انت قلت لنا ممكن اسوي على قد القياس. أي. يعني يجي على قد اي، بس ما جاي اتذكر الكود شنو كان. اي نعم اي نعم تمام. هذا البرنامج القديم موجود. استاذ عمار تقدر بس ترجع للبرنامج ولا زحمة استاذ عمار؟ يمكن يمكن اللي يساوي اكو يساوي خاله ولا جيومتري، يمكن هذا الشيء استاذ. اي نعم اي بارك الله بك بارك الله بك 10 مرات مو مره. زين بالخدمه. اي احسنتم صحيح. زين شنو الفرق استاذ؟ بس دقيقه سينتاكس، هذا الفرق سينتاكس، هذا سينتاكس. يعني يعني هو بالحالة الأولى سينتاكس غلط، بس ليش ما تحسسها؟ ما أي ما طلع إرر، مفروض يعطيني هنا إرر، يعني مو يعطيني نافذة وبعدين يعطيني إرر. شلون هنا توه من شنو إرر؟ شوفي هنا مش باعي وين طاني بيا مرحلة، مفروض هنا بهاي المرحلة يعطيني إرر. زين بس شو اسمه يلا على كل حال هسه احنا شنو اخواني اخذنا الليبل كتبناه، خلينا الليبل اعطيناه مكانه البليس، واعطينا الكوردينيت مالته لانه البليس وحده مو كافي. زين راح نعرف ليش بعدين مو كافي. واعطينا هو شنو التكست مالته، كل الوجت بيها تكست؟ لا مو كلها بيها تكست. زين خلينا نروح لملفنا. وين ملفنا؟ ملفنا ها وإذا هذه ما خليناها يرجع هذاك الكلام القديم مالتنا اللي تو كان شكله ما يعجبكم. زين زين هسه نجي للاوبشنز مالت الليبل. الليبل ممكن ان يكون له تكست، والتكست هو بالمناسبه اهم اوبشن بالتكست روحه، يعني من هو وجت خاص بعرض كتابة معينة. زين فشنو من ضمن الكتابة؟ من ضمن الكتابة هو من ضمن الأوبشنز اللي هو الفونت.
قبل الفونت خلينا نجي بارزه FG تساوي لنا ريد. هسه اعرض لنا والفور الفورورد كلر شنو هو؟ احمر. البي جي تساوي لنا وايت. بي جي باك جراوند صار عندنا باك جراوند من الساعه ما كنا نشوف الباك جراوند. عندنا شنو بعد؟ عندنا الفونت تساوي لنا قوسين نكتب اسم الخط مثلا هنا شنو عندنا تايمز نيو رومان. هسه من بعد ايش ننطي حجم الخط طالنا حجم الخط واختار نوع الخط والخطوط عندكم كثيرة تستخدمون اللي تقدرون تردون من عندها. هذا راح أشيله وأخلي بمكانه يعني ها أريد أقول لكم ينكتب الكلر بنوعين من الصياغات أما تستخدمه RGB RGB الأحمر تدرون هذا فول R G صفرة والبلو صفرة صار لون أحمر باك جراوند طيت اسم وأكو لستب أسماء لا تطالبوني بها بوقت آخر أدزلكم إياها زين يعني البيربل البينك البلاك الجرين بلو جراي يعني مجموعة من الأسماء جولد زين فممكن تستخدموها بالمباشر وممكن لا تختارون الألوان اللي تشوفونها يعني تختارون مبدئيا استخدموا هذا البرنامج على ما نوصل أكو هاي دورتنا راح نوصل إلى السكيل. بالسكيل راح أراويكم عندنا برنامج ليش بالسكيل هذا البرنامج هسه احنا مبدئيا لا خلينا هيجي مبدئيا خلينا هنا زين هذه الريد والجرين انت تغير بالارقام مثلا 255 تشوفونها صار اخضر للجرين فولنا طبعا بالهكسر 255 هي 80 يعني عفوا هي FF زين فانت بعد بكيفكم تغيرون الرقم للهكسر وتخلونه هنا تستخدمونه بالالوان زين شنو عندنا بعد عندنا هيك شيء الفونت انا ما كاتبه هذا صار بولد انا ما كاتبه بالمحاضره شوفوا رسائل جايتنا اكو شيء ما استفيت نعم زين فانا ما كاتبه البولد انتم تقدرون تكتبونه يعني قبل هسه لا مباشره بين قوسين بولد هذا الكوتيشنات مثل التنصيص زين هسه هذا شنو هذا هذه اوبشنز داخل من داخل الويدجت ها انها مستخدمينها عندنا للويدجت اكو كونفيجر كونفيجر تقدر تغير من تغير كل الاوبشنز يعني هسه هنا ليبل دوت كونفيجر ايش راح اقول له راح اقول له الاف جي تساوي لنا جرين بعد مو بس الاف جي تساوي لنا جرين تكست تساوي لنا تشينج تمام طبعا هذا الحكي اللي كتبناه راح يطلع ويختفي بسرعه يفترض احنا ما نشوفه يعني راح يطلع لنا بس هذا صار تشينج هذا مطلوب ها لا 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 لا, لا, لا. مو تسلسل ماكو اي تسلسل اقول لو ردنا رجعت سويت التكست قبل ال FG يعني خليه هذا كتبته وبعده ها يقول لوحة شيء تجيب شاهدك اي ها هي راح تجيبك ويش زين تمام زين
فأنا إذا أحتاج أنه أسوي شنو تغيير بالإعدادات فش أستخدم؟ أستخدم الكونفيجر. تمام. هسه خلي نطلع من الليبل نروح للبوتن نرجع للليبل. شوف عندنا شيء أول مرة حد بالليبل ليش نروح نرجع؟ خلص عندنا بس أكو إيميج ممكن نستخدمها. هذا خليه بعدين راح نستخدم إحنا الإيميج في لحظة من اللحظات. نرجع لبرنامجنا. هسه هذا شنو عندنا برنامج يتكلم عن من؟ يتكلم عن الليبل صحيح؟ راح أخذنا اسم بوتون ليبل. هسه ذاك البرنامج راح انتهى الليبل شغلات الخاصة بي خليناها ببرنامج. أنا هسه أريد أسوي بوتون. أنا جيت نزليت شو راح أسوي بوتون؟ أقول لي btn1 هذا متغير يعني هذا مو كيورد يكتب أي شيء ttnn وهكذا يساوي tk dot ال b capital وإذا لاحظت فوق ال l capital صحيح bu هذا بوتون وين بالوين ماشي التكست يساوي change label text ماشي شرح من اضغط على الليبل شو ينفذ لي ينفذ لي command يعني اقصد ينفذ لي function شنو اسمها اسمها مثلا change هذه لازم تصير يعني اعلى من فوق من عنده يعني مو جوا نخلي شغلنا مرتب define change بعدين نشوف شنو نحط فيه هسه btn 1 dot grid وين مكانها جوا الليبل الليبل صفر صفر إذن الرو اللي تحته رو يساوي واحد فارز كولوم يساوي لنا صفر زين هسا إحنا مو عندنا configuration هذا سوينا الconfiguration الساعة هذا أخذه وخليه داخل السبروتين تعالوا خلنا ننفذ شنو عدي عدي الكتابة القديمة الحمراء تذكروا لها اللي قبل الconfiguration كتبناها زين راح أضغط شوف شنو عندنا رسائل جتنا رسائل هواي تفاعل يعني نستخدم اللغة حيث نكتب أمر معين هو يوجه تسهيل عملية كتابة الكود نعم أي نعم علي رزوقي أستاذ علي حياك الله موجود هذا الشيء نعم يقولون صوتي أكو ماكو تزامن بين الصوت والصورة إخوان هذا الشيء موجود هذا بسبب النت فرق كلش قليل فرق خفيف ما فد شيء يعني إنه يفرق كلش قليل عادي. كلش قليل فرق بس يجوز حسب يجوز النت عندهم ضعيف عندهم أكثر أستاذ علي أكو الباي تشارم يساعدك نعم صحيح أحسنتم إخواني شكرا جاي يستخدم محرر النصوص صحيح جاي يستخدم محرر النصوص نفسه ما جاي استخدم لغات انا جاي ابتعد بكم عن البرامج الجاهزه اللي تعطيكم النصوص جاهزه لانه انتم اليوم يعني في مرحله الحفظ والتعلم بعدين حتى نحفظ الاوامر استاذ فعلا اي فعلا واقعا يعني هو هذا هدفي ما عندي هدف اخر يعني انا يعني لانه ذاكرتي يعني بيها مشكلة ظاهر يعني زين بديت أنا ما أستخدم هذا ما أريد أحد يساعدني أريد أكتب وأخطأ أروح أرجع البرامجي وأخذ من عنده كوبي بيست وخلص أشتغل زين إذا أضغط على البوتون هذا إيش راح يتنفذ راح يتنفذ لي الفونكشن هذا شو يغير هذا شنو الإجراء اللي بي راح يغير لي الليبل هذا يغير لي يخلي الكتابة شنية الاف جي جرين والتكست اسمها changed هذا اللي صار
تمام؟ إذا شنو صار عندنا؟ تفاعل بين من؟ تفاعل هسه بين البوتون والفانكشن والليبل. البوتون مرتبط بالفانكشن والفانكشن مرتبط بالليبل. ماشي؟ أنا مستعمل خليت الليبل كونفيجر هذا السطر هنا. أنا يعني أدري ما راح تكون ثمرته يعني عملية يعني. هسه لا صارت له ثمرة عملية. زين؟ زين. أرجع على البوتون. يعني إحنا هسه طبينا بالبوتون. البوتون في مكانه وين؟ بالويندو. زين؟ وموقعه تحت الليبل. الليبل الرو مالته صفر والكولوم صفر وهذا صار عده تحت الليبل. الليبل هذا الرو مالته واحد. تمام؟ تمام. هذا كله هذا اخواني هذا شوفونه هذا من نال لهنا هذا كولوم رقم صفر. زين خلي ندخل شنو عندنا؟ عندنا البيكتشر. بيكتشر اريد نستدعي بيكتشر. تفضلي سدينا. بس تسأل انه ممكن تعيد ليش خلينا الليبل كونفيجريشن قبلهن هذه وين نخليها مثلا هنا؟ يعني مثلا هنا ليش ما يعني انا اقول لك انا اقول لك هسه انت تبنين حائط وبعدين تبنين حائط وراء يعني راح فائدة الحائط الأول صح؟ أنا جيت أسست إلى ليبل وكتبت الكتابة هذه الكتابة وانطيتها لون أحمر تمام؟ وجيت هنا غيرت بيهن خوليش أغير بيهن ليش مباشر؟ لأن أنتم ما شفتوا من هذا صار هنا المكان بعد مباشرة ظل يطلع هذا ما طلعتكم الشيء الأساسي هيتشان صحيح؟ مباشرة طلع هيتشان تمام؟ زين ذاك المكتوب بالأحمر إلما كتبناه بعد أنا اللي أرد أقوله هنا اللي أرد أقوله إنه إحنا نقدر نغير بمواصفات الليبل. شلون راح نغير مواصفات الليبل؟ باستنادا إلى حدث معين واختاريت يا حدث أنا اللي هو البوتون كليك هذا. زين هذا شلون نقدر نغير الليبل كتابته لونه فور جراوند باك جراوند نوع الخط حجم الخط لما نضغط على يمين نضغط على البوتون هذا تدوس بعد مرة ثانية تشينج ليبل تكس يرجع الأحمر لا ما يرجع بس هذا أساسي راح ناخذه هذا الشيء أساسي راح ناخذه يعني ضروري إنه راح تأخذونه وراح أخذه بمثال بأكثر من مثال يعني راح أكرر تفضلي من سويت ران هسه ودست على الكوماند نعم تغير موقع الكوماند أي نعم أي متوجه نعم متوجه هذا الشيء هسه راح تسبب لنا مشكلة المواقع هاي وليش غير الرون طبعا الوان زيرو يعني السطر الأول العمود صفر نعم صح استاذ عمار تسمح لي اجاوب شوي شت بيداء تفضلي طبعا اسمح لك هو ما غير المواقع بس حجم الليبل الكتابه اجت على يعني اوتو ويا الكتابه وحجم حجم البوتون اجت اوتو ويا الكتابه فبنتغير حجم الليبل صار اصغر اخذ شنو اخذ الكولوم الصفر رجعوا للكولوم الطبيعي انا اريد اوصل القاعده العامه انا ما قاعده هسه احذر بالمواقع انا اريد القاعده العامه الليبل كان حجمه 10 20 حرف او كان حجمه 5 حروف هل ياثر هذا على العمود اللي راح يظهر به السطر الثاني راح القاعده انه انا وين اريد ارتب السكرين مالتي على اي اساس امشي هل صح صح سؤال صحيح مره طافره بالبدايه مره طافره بالنهايه زين استاذ عمار ممكن انه البوتون تاخذ حجم معين مو تكون اوتو على قد الكتابه احنا هذا راح نعالجه هذا كله يعني راح
راح نجي مرحله الاوبشنز يعني بعدنا بالبدايه خلينا نقول حتى مو بالبدايه بعدنا حتى ما طبينا بالبدايه تمام استمر يعني اكو فد شيء ثوابت ممكن لا طبعا طبعا يعني احنا هذه اكو ديبندنسي بين بين المواقع عفوا بين الوجتس استنادا الى بعضها يعني يعني لما اسوي ديليت الى وجت شيء يصير واسه تصير فهذه لها حلول يعني فاحنا شويه شويه راح تجي اي نعم اكمل استاذ اسف خدمتكم زين بس احنا وين وصلنا وصلنا انه طبينا بالبوتون نريد نسوي نريد نخلي اكو صوره نريد نستدعي الصوره زين شنو كان اسمها اسمها tk dot خلنا اجيبها من احد الملفات يا ملف ملف مثلا التكس وجيت لا غيره وانا ما حافظها وما خليها بالملف المفروض اخليها بالملف حتى اشوفها قدامي زين نروح دي insert text and تمام هذا اللي انا ما حافظه زين اللي بعدين احنا راح نستخدمه نستخدم نريد نخلي صوره لل نخلي صوره لمن لل ليبل ماشي image تساوي لنا تو هسه خلي تنجح العمليه ونستوري بالموضوع زين شنو اللي صار اللي صار كالتالي انا استدعيت صوره الصوره هذه الصورة هذا مكانها هذا مكانها اسمها gdg.png تمام الإعاز اللي يقرأ الصورة هذا الباث مالتها الإعاز اللي يقرأ الصورة ويخليها متغير اسمه photo image وهو أحد عناصر التيك انتر تمام تمام هسا وين خلاها خلاها بمتغير هسا هذا المتغير هو الصورة وليس رابط الصورة هذا رابط الصورة هذا رابط الصورة وهذه function تأخذ الرابط هذه function زين الأرجومنت مالتها هذا تأخذ الرابط ويخليه بالفوتو زين هسه ايش قلت له قلت له من نقر على البوتون نفذ الدالة الدالة ايش قلنا أضفنا يا option option اسمه image يساوي لنا تعطي شنو تعطي صورة جاهزة كاملة تمام اللي هي احنا سميناها هنا سميناها فوتو وخليتها هنا اسمها فوتو من نفذت صارت صار عندنا الليبل هو شنو عباره عن صوره وطبعا من استخدامات الليبل مو بس ان يعرض لك كتابه ان يعرض لك صوره استخدامنا للصوره واضح انه بالليبل لو بي مشكله هذا صدق العفو استاذ رزاح عليك بالنسبه خالد مربك شكرا جزيلا بالنسبه للصوره هي هنا تشتغل كمبدا اعتقد باك جراوند المفروض الكتابه تنطبع فوق الصوره في شي حاله لا. لا. لا 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 اوكي مربك. يعني ماكو بهاي المكتبه داله خاصه بالصور هسه على قولتك بالفيجوال بيسك او غير لغات اكو أي. دالة خاصة أو أوفر فد بوكس خاص مع الصورة تقدر تجيبه تخليه وتستدعي به صورة أكو هنا أنا هيك شيء هو أكيد أكو أنا ما مر بيه أو ما باحث عنه يعني مو ما مر بيه بس ما باحث عنه أكيد أكو موجود إذا الموضوع يعني يهمك أجيب لك إياه المحاضرة الجاية ما مشكلة لا أستاذ مو هنا أكو شغلة شوي أي أسمعك خلتني يعني افكر بالموضوع انه الليبل هنا انا بهيك حاله يعني من اخلي صوره ويعرض يعني انتفت من كونه اسمه ليبل بهيك حاله لا لا يعني مو اي اسمح لي لا صار له استخدام جديد
منتفه. هو نعم نعم اسمه ليبل لأن يعرض كلام زين، بس صار له استعمال جديد يعني غير عرض الكلام، عرض الصور. وبعد راح اقول لك هم استخدام الى يعني اخر، هو انه هذا الفور، شوفه هذا الفور ايش ما تريد تختار لها من الوان تطلع مو حلوه، اي لون تختاره زين. لعد شلون البرامجيات اللي الوانها حلوه، البرامجيات اللي الوانها حلوه بالحقيقه حطوا صور وعرضوا على هذه الصور فلاتر، مثل يا فلتر، مثل فلتر ال مثل هذا الفلتر عفوا، مثل هذا الفلتر مثلا تدرج بالالوان، مثل هذه الخطوط لاحظ. فطبعا هذا لونه يكون اجمل يعني، بس اذا خلينا لون واحد بدون تدرج مهما كان راح يطلع لون الفور مو حلو زين. ف ايش راح نسوي للفور؟ وين الفور مالتنا؟ نجيبه ونخلي له باك جراوند. طريقه ان يكون له باك جراوند هي ان تستخدم العفو تستخدم الفور، تستخدم الليبل وتخلي بالليبل صوره يعني ام راح ناخذها. حتى شو يصير عندك؟ راح يصير عندك الباك جراوند مالتك عباره عن صوره. اوكي تمام زين. استاذ عمار تفضلوا خدمتكم. العفو، بالنسبه لموقع الصوره يعني ناخذ المسار كامل اذا كانت برا الملف، لو مكانها بالملف؟ نعم المسار كامل. وهسه زين الصوره مالتك وين هسه؟ داخل الملفات مال البرامج؟ مو شنو الصوره مالتي هذه انا ما حاط المسار كامل لان هي يم البرنامج. اي هو هذا قصدي، اذا كانت الصوره يم البرنامج يعني بس ناخذ الاسم مالتها، واذا برا اي واذا برا لازم مسار كامل. اذا برا بعد تبدين وياها من السي او الدي والحاد الامتداد مالت الصوره. اوكي شكرا فهمت. هلا استاذ فراس عمار. نعم قلت انت نخلي ليبل اذا نريد نغير الباك جراوند مالت الفورم كله. اي طريقه مثلا خلينا نقول واحده من الطرق انه تخلي ليبل بقدر الفورم وتخلي صوره داخل الليبل. بالضبط صحيح انا لو ما فهمت اي بالضبط بالضبط. راح تخلي الليبل طبعا لي راح تخلي الليبل على حجم الفورم، وتخلي الليبل كذلك تفعل بي اوبشن الايمج، تختار الايمج اللي تريده. راح ناخذ زين في حاله معناها احنا ما نقدر نخلي باك جراوند للفورم مباشره مو؟ اي ماكو صحيح. اي صحيح 100% صحيح. اي نعم حتى يعني ذاك يوم واحد يعني انا واحد من الاخوان يعني سولفنا بهذا الموضوع، قلت له قال لي لا موجوده، فطلعت له يعني بالانترنت طلعت له موقعين يحكي نفس الكلام، يقول له يا ابو ماكو هاي الامكانيه بالمباشر، بس اكو هاي الامكانيه يعني برمجيا نقدر نستخدمها يعني زين. زين استاذ عمار اذا صار الليبل عباره عن فورم شلون راح نقدر نخلي باقي الادوات الوجه يعني مثلا نريد نحط بوتون شلون نقدر نستخدمها على الفورم؟ ما فهمتك ليش هسه احنا مو مستخدمين البوتون على الفورم؟ لا يعني هسه اذا استخدمت الليبل كفورم كامل مكان الفورم كلها يعني كخلفيه راح تكون للفورم كلها اي يعني يكون حجم الليبل بحجم الفورم النافذه مالتي. ها نعم شلون راح نستخدم؟ راح تشوفين شلون راح نستخدم باقي الادوات؟ راح تشوفين وتخلين الوجيتس براحتي ايش راح تشوفين؟ هو يعني بعد يعني اي نعم هو شنو ست خلي اقول لك شيء يعني هي مو ترهيم هي يعني اداه موفرتها بايثون بس مو بالمباشر قال لك استخدم هيك سوي كذا سوي كذا صار عندك باك جراوند للفورم يعني مو خلينا نقول حيله شرعيه بحيث احنا سويناها وحلينا مشكلتنا يعني لا مو هيك يعني ولا بس انا انقطعت عن المحاضره يعني هو الفورم ما اقدر اسوي الباك جراوند مالته عباره عن ولا يجوز حكيتوها انت اي نعم سلو نعم لا ما يصير مباشر هو هاي طريقتي هذه طريقتي انه انا من خلال الليبل اخلي باك جراوند للفورم صحيح
اي صحيح. زين استاذ عمار، اذا حطينا هذا الاعاز مال ايمج يساوي فوتو، اذا حطينا بالمتغير ليبل 1 قبل التكست شنو راح يصير؟ الليبل 1 مو كتبنا اول شيء احنا تكست؟ نعم. اذا حطينا الايمج يساوي فوتو قبل التكست راح تجي الكتاب الصوره وبعدين الكتابه فوقها؟ هتشوف الترتيب ما له علاقه. توني ترتيب ما له علاقه، سالتني وقلت لها ترتيب ما له علاقه. شوفي ترتيب ما له علاقه. زين، احد عنده سؤال؟ بس بس الفوتو شلون جبتها؟ بس الاستدعاء بلا زحمه. هذه شوفي هذا السطر فوتوتيك. ها تمام، هاي شوفي. اي بس حتى تعرفين هذا الفوتو ايمج جزء هاي فاتتك طلعتي. هذه هذه ميثود داخل التي كي انتر ننطيها الامتداد مالت الصوره وتحول لنا الصوره الى شنو؟ الى متغير. هذا المتغير هذا صوره المتغير هيك. نعم هذا نقول عنه صوره بعد. زين، فلما باث كامل يعني انطي روت كامل لا يحتاج. انا هسه لانه يم البرنامج هم سالتني ست حبه والله، لانه يم البرنامج فكتبت بس اسم الصوره والامتداد مالتها. لكن اذا كنا يعني مو يم البرنامج لازم نشير الى الباث كاملا. ماشي ان شاء الله. زين استاذ عمار، ولو اسف يجوز طارت الاسئله. لا خذ انت، خذ انت خادم ربك. اكو نقدر نستخدم يعني الطريقه التاليه، من كتبنا هنا مثلا الاف جي يساوي جرين والايمج يساوي، نقدر نشيل الفوتو نكتب وين دوت فوتو ايمج، نفتح قوس الفايل ونخلي هذا الامتداد ونسد العلامه ونسد القوس تشتغل وين دوت. والله شلون احكي لي؟ لا مو هنا، مو هنا، مو هنا استاذ، مو هنا العفو. امسح هذا الدوت اللي كتبته. وين الايمج مكتوبه؟ باي ليبل 1 كونفيجريشن اف جي ايمج ايمج تساوي لنا تساوي لنا تي كي دوت. لا استاذ ليش تي كي؟ خلينا نقول وين بعد، لان احنا اصلا غير سندنا للوين المفروض هسه يشتغل بهيك حاله. وين يساوي فوتو ايمج، فوتو ايمج وين وين والنقطة العفو نقطة لا العفو hey. النقطة فوتو ايمج، فوتو ايمج، فوتو ايمج تقدر تسويها كوبي بيست ما مشكلة. هاي هذا هم كوبي بيست فوتو ايمج انطي. زين بعد امسح هاي انطيها هاش هاي الفوتو والله انطيها حتى ما تتنفذ. خلينا نشوف طريقة تتنفذ هذه. لو راح يقول لك نو اتريبيوت للوين اسمها كذا، هنشوف يقول لك هاز نو اتريبيوت اسمها فوتو ايمج. زين ليش بهيك حاله؟ احنا من سندنا التي كي غير بكل تفاصيلها تروح للوين هي بعد خلص تصير بداخل متغير الوين. لا 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 ماكو هيك. والا تدري هاي لو هيك كان هنا ما كتبت تي كي، كان كتبت وين دوت بوتو. ها زين اوكي استاذ، خلينا نخلي مكان الوين تي كي. تي كي انا مساعد تخيل تي كي. زين لان هي الاقرب للمنطق. ها بس ما اجت الصوره. ليش ما اجت الصوره؟ ها لان شوف بس اجى قياس استاذ. هسه شوف تلاحظ انا اقول لك، انا اقول لك هسه خلي اباوع بس اعطيني دقيقه. ايمج تي كي دوت فوتو ايمج فايل كذا، يعني الموضوع به مجال بس هسه به مجال استاذ به مجال. اي الموضوع به مجال هذا، بس هذا الجواب يعني. بس يراد له يعني حلحله يعني للمؤرر، لانه مؤرر وما تفضل يمكن هذا الصيغ بهيك. طبعا لا لا طبعا انا بس جاي اجاوبك على هل يمكن او ما يمكن، لانه في ما احنا ما نعرف ظروفك بالمستقبل شنو يواجهك يعني. زين بس اجاوبك عن يمكن او ما يمكن يعني. بس طبعا ما يفضل، اكيد ما يفضل، اكيد ما يفضل شيء غير التنظيم يعني. صح شكرا العفو. زين خلي نتاكد انه كل شيء يرجع لمكانه. اوكي هسه احنا وين؟ احنا
احنا طبينا بالبوتن هذا الملف خلص وهسه ناخذ البوتن لف البوتن نقول خلص الليبل راح يمر بينا بعد يعني هذا الشيء الاساسي اللي لازم نعرفه يعني هي طريقتي اخواني ان نعرف الاشياء بطريقه تدريجيه زين انا لما سويت يعني نظره عامه عن الجي او اي وخليت بوتون وخليت انتري وخليت ليبل وسويت يعني فورم كبير وخليت متغيرات وداتا تايب لانه شفت انه ما ممكن ادخل على الليبل الوحده شفتوا هسه شلون محتاجينها للبوتن والبوتن ما اقدر ادخل عليه الوحده يعني هم محتاجين شغلات فلازم ناخذ اول مره نظره عامه وبعدين ندخل بالتفاصيل لذلك هسه تشوفون طريقه شوي غريبه هي بس على العموم جاي تؤدي الغرض زين هسه انا اذكر يعني اول موضوع درسته يعني كتاب انا اتذكر الكتاب اول كتاب قريته عن الحاسبه كان اسمه البرمجه بلغه بيسك حاسبات صخر هيك يعني زين كتاب باللغه العربيه فكان يركز على موضوع الادخال والاخراج يعني يا هي اجهزه الادخال يا هي اجهزه الاخراج فطبعا البوتن من اجهزه الادخال اكيد يعني هو من اجهزه الادخال اللي يتم التفاعل من خلاله ويا الحاسبه ولانه بي تيكست يعرض والتيكست ممكن انه تتغير فممكن انه ايضا يكون اجهزه الاخراج يساعد في الاخراج يعني زين ممكن ان تنسند له صوره والصوره تتغير فيكون من اجهزه الاخراج طبعا استاذ علي سالني سؤال وما جاوبته فوق هو سؤاله وضاع ها يقول يصير اداه فوق اداه اي يصير تضيع القديمه الثانيه تجي فوقها استاذ علي يعني لما نجي نسوي هسه مو عندنا هذا البوتون وهيك اسمه change label text هذا نفسه هسه رايح خلي بنفس الاحداثيات زين وراح اخليه بلا كتابه او اخليه مجرد حروف h زين شوف شنو اللي يطلع عندك صار فوقي بما انه ذاك اكبر ليش ذاك اكبر لان بكتابه هواي فصار اكبر لاحظ يعني احنا سولفنا بهذا الموضوع توني انا وبيداء قالت الحجوم والسيطره على الحجوم زين فلانه اكبر يعني هسه اذا زدنا ايضا حروفه يتغطى ذاك وما تشوفه خلاص هسه اذا نضغط طبعا شنو حتى ذاك نضغط زين بس اذا اكو مسافه استاذ يعني اقدر افعل الجو اذا اخلي لا ست هو اسوي لا يعني كليك على الجو لا هو 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 الكليك مبدا الكليك خلنا خدمك هو مبدا الكليك ست بيداء يعتمد على من هنا يعتمد على الاكس والواي انت من دست كليك بيا مكان اكس وواي لاحظين فهو هنا احنا خلينا بوتون فوق بوتون طبعا البوتون الثانيه الموجوده زين لها نفس الكوردينيتس مالت البوتون الاولى الاكس والواي صح ولا انا غلطان نعم خليه بس اذا طالع جزء من ديك هسه منطقيا احنا من نبرمج بالفيجوال او بالفيجوال يعني اي شيء يتحسس طبعا هو نعم. نهايه البوتون نعم. طبعا ينتقل على باتن ثاني المفروض يفعلها هذه ما اعرف بالفيجوال لا احنا يعني هي هاي امثله مو واقعيه نخلي بوتن فوق بوتن ونريد نشتغل فيه مو واقعيه بس يعني وارده لا ما وارده والله ما وارده لا 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 والله ما وارده انت قلي لي مسويتها في يوم من الايام احتاجيتها وسويتها حتى انا اخلص وقتكم بيها زين لا 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 ابدا ابدا ست بيداء ما نخلي تو بوتونز نفس الكوردينيت وريد علما خلينا نقول هو هذا نفسه ويكفي يؤدي الدورين مو صحيح شلون راح هو كليك يعني هو غير منطقي انه هو ياخذ يعني البوتن هسه
حجمه قبل لا اسوي اتشات هوايه من كان صغير وظاهرين اثنينهم من المنطق انه اثنينهم يتفعلون يعني هم مفعلين احدهم ان ادوس الثانيه جواها يعني مستحيل نعم. اثنينهم يتفعلون سويه الاكتيفيت دل... هنا يكون للفوقانيه للفوقانيه يعني انت هسه من قلت ممكن يتنفذون اثنينهم لا ما يتنفذون اثنينهم. نعم صح نعم هسه احنا هذا شنو من عندك كمان يعني تريد تجرب ضعي انا متاكده عندي احساس هذا مو احساس هذا ما تدفع خلاص جاي ندوس ذاك الثاني ما جاي صحيح ما تدفع علي انت ما كاتب له كود اي معناته منو اللي اكتب بس الابو الاتش اتش اللي انت ما كاتب له كود اي نعم ما نفذ شيء معناته الجواب اختفت مجرد اختفاء الجواب نعم صحيح وإذا جزء طالع من عندها أنت تقدر كود هاي يختلف عن كود هاي واثنينهم تقدر تنقر منها تنقر منها ماكو كذلك صحيح يعني بس ردتك تجربها حتى اللي أقتل ها ها سأجربها وصح لا صحيح من غير ما أجربها أنا كلش صحيح يعني ذاك إذا يطلع من عنده شوية يعني إذا ذاك يطلع من عنده شوية هذا الشوية طلعناها زين خلاص اشتغل أي. هاي هي تفعل صحيح بس بس مو واردة تبقى مو واردة يعني زين مو واردة انه احنا اي يعني نخلي تو بوتنز بنفس المكان زين خلينا نشوف الملف مالتنا اذا هو شنو هو عنصر تفاعل بيننا وبين الكود ماشي البوتون شلون راح نسوي البوتون هذا شفناه احنا شلون نسوي البوتون هسه راح اسوي بوتون ثاني البوتون الثاني خليه يسوي نفس المهمة نغير هذه مالته المكان تمام صار عندنا تو بوتنز هسه راح اضيف حرف واحد هذا هنا مو تي كي تي تي كي شوفوا شنو اللي راح يصير اي صح 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 خلي امبورت عفوا فروم TK enter import TTK زين شنو اللي صار واضح عندكم فرق بالأبيرنس مالت ال TK و TTK اي واضح واضح ال TTK اكثر جمالا صحيح ستايل شويه تمام ال TTK مكتبه مطورة داخل TK Enter موجودة زين اللي بيها شنو بيها تطويرات على مستوى الشكل للوجتس زين في بعض الوجتس ما تكون واضحة وفي بعضها تكون واضحة زين عرفنا الفرق يعني فمن من نجي نكتب كل وحدة يعني هنا TK أو TTK يكون عندنا واضح زين بعد اكو فرق دايمنشن واحد من عندهم يصير ينطي شكل كانه 3 دايمنشن اثنينهم الاولاني شان اثنينهم يطون 3 دايمنشن مو هم لازقات هسه فضاعت علينا ما ادري انا ما اشوف ما ادري بس الاولى جاي اشوفها انا 3 دايمنشن الثانيه لا فيكس بس محدده يعني هسه ما متلازقات شوفينهم انت تجريني نعم انت تجريني شيء اريد اشرحه بعدني اكون اسولف يلا يلا عوفيني عوفيني زين هسه شنو عندنا زين عفوكم من هذا هذا اوبشن احنا عندنا اوبشنز تكون داخل الجريد واللي هي طبعا يعني تكون خاصه بالموقع وعندنا اوبشنز تكون داخل اعدادات الوجت نفسها يعني زين هذا اللي خلاني هسه ادخل زين اذا هسه شنو عندنا عندنا البوتون مالنا اللي نسويه في الغالب احنا شنو نسوي نربطه الى فانكشن ليش في الغالب مو دائما لا مو مرات احنا نخلي بيه عاز هنا مباشر بس هسه خلينا على قد حالنا بعدنا تونا نحبه اذا من اجي اسوي البوتون راح اربطه بمن راح اربطه بفانكشن تمام لما اضغط على البوتون راح يتنفذ هذا الفانكشن زين عندنا اوبشنز للبوتون من ضمن هذه الاوبشنز عندنا اوبشن اسمه ريليف زين بس احنا
هذا التكست خلي نختار له ال FG تساوي لنا رد. بعد مثلا عندنا الريليف تساوي لنا ريست. نشوف ال الريليف عندنا ريست عندنا فلات عندنا سانكن وخلافه. يعني خلينا نخلي الفلات شوي اوضح. الفلات الريست هسه اقول لكم شلون نبرز الريست. تشوفون شلون شوفوا صار فلات فلات ما يبين يعني مو 3D. تمام زين ست من الساعة قلت لي كان اللازقات ومو واضح. هسه اذا خليه تي كي هسه اثنينهم تي كي صحيح. شوف هسه هذا تي كي وهذا تي كي بس هذا شنو هذا فلات مو 3 دايمنشن وهذا لا 3 دايمنشن. هذا الخطين السود والخطين البيض خلينا هذا 3 دايمنشن. زين شنو عندنا الريليف شوي يبرزه البي دي. بس هذا بعد فلات ما خليته ريزد. ريزد صح اي صح. الساعة الريزد ما بين بي شيء. هسه بين الريزد شو وقت نطيت البي دي بوردر ويث. نطيته بوردر ويث بين عندي شنو بين عندي. هسه يجي واحد يقول لا هذا من البوردر ويث. هسه هذا اللي جوا خلينا نطيه بوردر ويث. هذا جواه هذا بي دي تساوي لنا قد هنا اختارينا خمسة. نعم نختار خمسة. البي دي يبرز شنو هو يبرز الريليف. يمكن الفرق بسيط بس هو اكو فرق. طول المجال بعد طبع الجروف شكل الجروف هذا على العموم هي ابييرنس. انت تختار الشيء اللي يناسب من يناسب الشكل العام للوجتس داخل داخل الفورم مالتك. ما نستخدم كلهم مكان واحد. زين كم اوبشن بالريليف عندك؟ خمس خيارات. مطيك ملاحظه التي تي كي نحتاج نضيف ستايل طريقة خاصة نضيفها حتى نغير بالمظاهر. التي كي أسهل بتغيير كونفيجر للمظاهر. المظاهر حتى تغيرها بالتي كي تعاني بعض المعاناة. وإحنا هسه هذه مالت الستايل هم إن شاء الله راح نأخذها. زين شو أخذنا؟ أخذنا البوتون. هذا البوتون سوينا الكوماند يساوي لنا تشينج. وين التشينج هذا؟ احنا مو ماخذين الفانكشنز تاخذ ارجومنتس هنا. زين فكيف اذا انا محتاج هنا بهذا المكان ان اخلي يستدعي لي فانكشن وتاخذ ارجومنت؟ الحل شنو هو؟ هنا خلينا نشوف نعطي ارجومنت مثلا 4. زين وهنا نقول له اي. هسه غير الاي يفترض يريد له ارجومنت. خلينا نطبق ونشوف. يعني انا بصراحه كنت متوقع يعطي ايرور، ما متوقع ما يسوي لي شيء. زين اكو طريقه حتى تستدعي فانكشن والفانكشن هذه تاخذ ارجمنت. خلينا نسوي لنا فانكشن تاخذ ارجمنت. فانكشن استاذ عمار صحيح ينطي ايرور بس انت خليت قوس واحد مو قوسين. خلي قوسين وشوف. هنا انطيت قوس واحد؟ اي قوس واحد. هسه تمام. هسه اي خلص اي خلص. اذا لانه احنا المفروض يطير هو اللي قدام طلع قبل لا نسولف. يا يقول لي يا بي عندك يعني مشكله على مستوى الارجمنت. زين هسه راح نحلها. هسه راح نحلها. راح نحط لنا فانكشن ديفاين. ما خليت جوا قيمه.
الارجمنت اصلا بين قوسين غير اخلي يوم خليت القوسين ما طلعت القيمه خلص هذه القيمه هسه بالجديد بالجديد هسه بالجديد هذا بالجديد هذا قوسين قصدك ثلاثه مثلا تمام يعني العموم يعني هو سوى كل شيء ما سوى مو شغال ما بي شيء لا مو شغال لا مو شغال ما بيقرر ما بيقرر قصدي لا 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 حتى لو هو هسه اصلا هو اعطيني مجال اصلا هو منفذه بدون هذه لاحظ لا لا مو منطقي احنا طريق اذا تريد تدخل ارجمنت الى وليش هسه ليش لا لا ها خليتوها براسي برنت هسه لازم يعطيك هذا الدي يلا هنا هسه راح نعطيه 4 والله يا اخي هذا جاي هذا جاي لا مع ذلك ستلار لا 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 اذا وديت داتا او ارجمنت واذا ما عندك استخدام الا داخل لا هو نفذ بدون كليك نفذ بدون كليك على العموم احنا نشتغل الشيء الستاندر يعني زين احنا عندنا داله ننطيها اكس وواي تمام وهذه الداله نقول له اطبع لي print x في اس واي وش كلام هسه اشرح طريقه الكود مالتنا يكون راح نستخدم اللامدا لامدا كوماند يساوي لامدا زين واسم النقطتين اسم الفانكشن ومن ثم الارجمنتس وين احنا هذولي كوماند يساوي لنا لامدا نقطتين هنا شنو كان اسمه باور تمام انطي 2 فارزه 3 طبع لي 2 اس 3 فمن احتاج ادخل قيم الى الفانكشن استخدم اللامدا تمام هسه راح شناخذ راح ناخذ توها وحده من خواتي انا ما اتذكر يمكن ستهب قالت انه اذا ندوسه يرجع مره ثانيه يعني نفس الـ البوتون زين خلينا نشوف نريد هسه شو نسوي مثلا هنا شو راح يعطينا اكس قل له شو نقول له نقول له اف x print yes ال x يساوي احنا مو x خلينا نسميه فد شيء عملي flag يساوي لنا true ماشي هنا هسه خله هذا x ما مشكله راح نعوضه بفلاج زين نعوضه وين هنا نقول له flag هسه شنو اعطينا يا قيمه اعطينا الترو ايش قلنا الاف اكس لا عفوا فيها جي خليت هنا وهنا ما خليت جي الفلاج فوق ما بي اي احسنتي احسنتي نعم احسنتي هسه هذا فلاج هذا الفلاج الى شنو هو الى قيمه ابتدائيه اعطيناه شنو هو اعطيناه الى الباور تمام اف وين دقيقة هنا أنا double flag لا flag flag زين لا مو هيك لا مو هيك هذي خلي واللي هذا ما تطلع خلينا بالx fx يساوي لنا واحد print شو نقول on زين بعد وعندي if x تساوي 2 print off زين
هسه ايش راح نسوي؟ راح نودي له واحد وراح نودي له اثنين نفس ال نودي له اثنين زين لحظة أهم البوتن لازم يتغير الرقم مالت الليبل عادي أي الرقم مالت المتغير نعم قصدك التكست مالته قصدك التكست مالته استاذ هذا غير اي يعني بوتن 3 يعني يعني ما انا استاذ شوي الشاشة عندي متأخرة فما جاي اشوف شنو جاي يسوي حاليا الصورة جاي تطلع عندكم بها مشكلة الصورة ليش شوي اكو تأخير يعني هسه يلا طلعت عندنا الشاشة مات ال قصدك هذا قصدك هذا لازم نغيره بي تي ان مكان ما واحد المفروض اه اي اي عاشت ايدك نعم صحيح هذا هذا يفيدني هذا انا شو وقت طبعا هو شوفه شغال هو شغال بس هذا يفيدني هاي ملاحظتك جدا هامة لما انا محتاج اسوي كونفيجريشن عليه راح اسوي كونفيجريشن غير كون الاسم مالته يعني مضبوط صحيح فنعم صحيح. كلامك صحيح وانا شغلي كله يعني هسه ناسي ومبدله شغلي كله اخليه مع انه يعني يكون نعرف انه اذا نفس الاسم ترى شغال يطلع البوتون ويشتغل طبيعي بس الملاحظه صحيحه 100% ولا تشتغلون غير انه كل واحد تعطونه الاسم مالته عاشت ايدك زين هسه اذا واحد ثاني ينفذ يا بتن بيهم ها كان يعني من كل اي ما عنده مشكله اي حتى الليبل هسه هذا نقول له ليبل وليبل وكثر له بالليبل بس من اجي واريد اخلي هذا انفذ هذا ذا كلهم نفس الاسم شلون راح انفذ هذا الكونفيجريشن والكونفيجريشن اذا صار هسه على على علميني اذا صار على بوتن شلون راح يتنفذ مو صحيح نعم وهكذا زين خلي نشوف هسه شوف طبع لي اون هذا ايش طبع لي اوف صحيح خلي نجي الفوق يطبع لي اون والجوة يطبع لي اوف زين بس احنا مو هيش احنا نريد نسوي بوش بوتن هذا اون وهذا اوف تلاحظون زين شنو اللي صار اللي صار تو بوتونز ارتبطن بمن ب فانكشن وحده واضح اخواني فانكشن وحده هذا الفانكشن خذت الارجومنت وقسمت وتقسمت الى تو كودز واحد خاص ببوتون والثاني خاص ببوتون اخرى هذه الفكره هذه ضروريه عندنا ونحتاجها وبعد نحتاج اذا سوينا البوش بوتن بوش بوتن يعني شنو يعني اذا دسنا البوتن يسوي عمل ها يسوي عمل ونفسه يسوي اوف خلي نسوي لنا واحد يا ريت الاون والاوف النتيجه خلي يطلع الليبل هسه شوفي ليش خارج الفورم خلي داخل الفورم لا والله هسه راح ما دام هيك لصتيها انت لصتيها علي عليهم كلهم هسه الا اسويها بصوره زين هسه ايش راح نسوي راح نسوي مثلا فانكشن شنو اسمها لام وش كلام بس ليش ال كابيتال لام هسه نجي المين نجي هنا وهذا باس فاين لام اكو بالشات احد سالف شيء شنو وظيفه الفلاج اي بعد الفلاج جاك الفلاج هذا ما له وظيفه هذا غيرناه خلينا اكس استاذ علي هذا الفلاج هسه هذا الفلاج راح نشوف وظيفته زين زين هسه احنا بالدوره الاولى ايش قلنا اذا عندك متغير برا الفانكشن فهو داخل الفانكشن يتم استخدامه
ليش؟ لان هذا سكوب مالته جلوبال، صحيح؟ هذا حكي حكينا. واذا ما موجود زين، اذا ما موجود يعني مثلا اذا عندنا هنا فلاج، هذا هنا كتبنا فلاج يساوي لنا 8، فطبيعي هو استخدم الفلاج على انه انتجر. اذا ما موجود هنا الفلاج يساوي 8 وكتبنا مثلا دي تساوي لنا فلاج، فهو هنا الفلاج راح ياخذه من برا يعتبره الجلوبال. يمكن هذا الحكي انتم تتذكرونه، وسمينا هذا الموضوع كان اسمه السكوب. زين هنا نعتذر عن الكلام السابق، هنا الكلام بالعكس. هنا لما عندك برا متغير تتدخله تستخدمه جوه، كون تقول له يا ابا ترى هذا البر جلوبال افلاك هسه اوكي، قال لك خلاص نعرفه، خلينا نروح نجيب قيمته. زين ما دام عرفته انه اذا له قيمه، خلينا نروح نجيب قيمته من برا. فلازم نقول له هذا جلوبال. طبعا سابقا كنا نكتب جوا جلوبال افلاك ونعطي قيمه، ايش وقت اذا يعني احتاجيناه هنا نعرف افلاك ونريد نستخدمه بعدين برا. بس هسه لا، هسه عندك فاريبل تستخدمه جوا فانكشن، بتطب داخل فانكشن قل له جلوبال وهذا الفاريبل حتى يجيب قيمته اللي انت اسندتها الى برا هذا. وكل متغير انت يعني اعلنت عنه برا اكيد عنده قيمه، لان طريقه بايثون بالاعلان عن المتغيرات هي اعطاها قيمه. في حين اللغات سابقا لا، انطيه نوع بياني، واذا تحب تعطي قيمه ابتدائيه اذا تحب، واذا ما تحب عادي. بايثون يقول لك انت اعلنت عنه معناته اسندت له قيمه، ماكو شيء اسمه بس تعلن عنه. زين زين هسه شنو عندي؟ عندي فانكشن وبها هذا الفلاج، ايش راح اقول له؟ اف فلاج يعني شنو؟ اف فلاج يعني اف ترو، لان الفلاج لو ترو لو فولس. انا هسه يساوي يساوي ترو، نفس الشيء راح يسوي مثلا print lamp is on. هاي شوية شوية بعدين نغيرها ونسويها صور. زين هسه flag تساوي لنا false، else إذا الflag مو true يعني false، print lamp is off. وبعد وغير الفلاج اللي هي كانت فولس سوي ليها ترو. زين وين صاحبنا هذا؟ ايش راح نسميه؟ بوش بوتوم. خلي ننفذ نشوف وين البوش بوتن مالتنا. هذا لامب از اون، لامب از اوف، لامب از اون، لامب از اوف. حد هنا الفكره واضحه؟ يطفي ويشغل. واضح واضح. سلام يا هو عدم واضح اخي قل لي. زين هسه ايش راح نسوي؟ بس والله الجلوبال خلينا نشوف شو يصير. خوش حكايه، خوش حكايه. راح يقول لك قبل لا يعترض، راح يقول لك شلون استخدمتي قبل لا تعطينا قيمه. شو يقول؟ local variable flag referenced before assignment، استخدمته وما معطي قيمه. اي انا قصدي يعني خلي يصير لوكال كله، اذا يعني يصير لوكال، اذا يصير لوكال اي خلينا نشوف شلون يساوي ثرو بالبدايه. ده ما راح يبقى على وان ستيتس. يلا اوكي اي اوكي اي راح يظل دائما هو شنو هو ترو صح؟ ترو اي اوكي هاك شفت شلون؟ يلا زين جلوبال فلاج اوكي. هسه وين نجي صورتنا؟ عندنا هذا اللي وينه؟ هذا اللي يعطينا صوره، وبعد نكرر ونغير نقول له لامب اوف،
لامب اوف وهذا لامب اون، هذا اسم الصورة الامج. زين خلي نروح احنا وين خازنين هذا البرنامج مالتنا، وين خازن، خلينا نشوف الامتداد مالته بالبايثون بالسي خلاص البايثون، هذا البايثون نشوف انا عندي صور مال لامب شغال ولامب طافي ماكو هنا هسه اجيبهن هنا جي او اي بوت بوتون هذول الاثنين نخليهم بروجرام فايلز هذا بايثون ماشي يقول موجودات زين وين هم بقى موجودات هذا واحد نعدهم شنو اسمه هذا اسمه هل ناخذ اسمه كوبي هذا الاوف هذا الاوف زين ثاني اسمه ريد اون ريد اون اي خلينا نجرب اي تمام هسه لازم شو نسوي اول شيء هو بدايه بعد ما نخلي وين الفلاج مالتنا نخليه اوف غير اول شيء طافي هو جلوب حالته الابتدائيه طافي زين وين البوتن مالتنا البوتن مالتنا هذا بعد ما نقول له تكست شو نقول له نقول له ايمج تساوي لنا شنو كان اسمه لام اوف طينا اسمه هي الايمج كتبتها وخليتها على النص هذا خلي ننفذ شوف قيمته الابتدائيه هسه هو طافي جلوب اخذ البوتن اخذ صوره جلوب زين طافي واول ما ننقر عليه يشتغل زين هسه وين راح نجي راح نجي برنامج هذا هنا زين ايش راح نقول له نقول له بي تي ان ايش قد هو اسوي له كونفيجريشن بي تي ان 4 بعد احنا مضطرين هنا لازم الارقام صحيحه زين بي تي ان 4.configure ماشي الايمج شو تساوي لنا هسه هو هنا اذا شغال راح الايمج تساوي لنا شيء واذا طافي يساوي لنا شيء اخر هنا بي تي ان اذا شغال طفي زين واذا طافي راح يشغله لامب اوف هنا لامب اون اندرسكور شنو اللي صار؟ راح لقى هسه هو شنو؟ اشتغل نشوف ليش شيء يطبع بس خلينا نتاكد من شغله هسه هو طافي شغلناه هو ايش قال؟ قال اوف لا غلط مو اوف هو طافي وينه؟ هو طافي فولس فجي هو حالته الابتدائيه طافي اي هسه اجى لهنا اذا هو هسه شنو معناته هنا؟ لامب از اون صحيح؟ اذا ترو استاذ عمار يا عيني استاذ عمار اكو شغله يمكن انت ساند الصور بالعكس عندك بالبدايه بالمتغيرات الصوره اسمها يجي ساند بالعكس الطافيه بيشتغل او اشتغل طافيه لا ها مو شنو اذا دسنا اذا هو ترو راح يجي هنا يطفي صحيح؟ فراح ينفذ هذا هو صحيح طبعا كلامك بوع استاذ مو بالعكس هو هسه شغال من اجى شغال يجي اللي هنا يقول لي اون من يقول لي اون يطفي ماكو خلل النوبه يطفي
وياي انتم هسه اول شيء قل لي اون وبعدين يطفي. هسه هذه اذا قطعناها وما نخليها هي احسن نخلي هنا مكانها وراها print لام هسه اوكي او هسه تمام. وهسه ذيك نفس الشيء هم وراها هذه وراها شنو اون هذا نشيلها هسه اون هسه اوف. هسه انا اوصلها شنو هسه اوكي ما عندنا مشكله بس الفكره اللي اوصلها انه هذا البوتون نفسه ارتبط بالفانكشن ارتباطين مره بالجزء العلوي من الكود مره بالسفلي. فشنو خلينا استخدمناه شنو استخدمناه انه يعرض ان عفوا يشتغل انه كبوش بوتون. البوش بوتون هو مصطلح كهربائي يعني يمكن اغلب البنات ما سمعت به نساء الشباب كلهم يعرفوه مطلقا يعني احتكاكهم عالم الباور والكهرباء احتكاكهم قوي يعني زين. ماكو شيء شبهه يعني. في يوم واحد من اخواني قال لي مثل الجرس. هو فعلا يشبه الجرس بس الجرس لا لما تدوسه يضل شغال. شيل ايدك يعني يطفى. لا هو لا شيل ايدك يبقى اشتغلت دست وشلت ايدك يبقى شغال دست وشلت ايدك يبقى طافي زين. اي احد بده شيء مو واضح بما انه ذكرت هذا الموضوع اكو فالطريقه يعني هنا او وحده من دوال البوتن انه من الضغطه ومن ترفع ايدك امر يعني من الضغطه امر ومن ترفع ايدك امر هاي اي راح ناخذه اوكي راح ناخذه هذا راح ناخذه بموضوع الايفنتس راح ناخذه انه يعني لما نتحرر البوتن زين او لما يعني لما تحرر البوتن اقصد يعني انت لما تضغط ما يصير شيء زين. فممكن نفس البوتن تطي اكثر من حدث عند الضغط ينفذ شيء ينفذ فانكشن وتقول لما ريليز تحرره نفذ فانكشن اخر. هذا مو تسال عنه لو انا فاهم غلط بالضبط ذكرت نفس السؤال كنت ناسي الاحداث هي هاي احداث فعلا ذكرت كنت ناسيها ايفنتس استاذ عمار وانا رتسلك نفس السؤال بس انتظرتك تخلص زين. استاذ هو هسه ماكو ايفنت شلون جاي يشتغل البوتن؟ لا هذا ايفنت موجود بس هذا الايفنت البوت ان وياي استاذ خالد اسمعك استاذ هو هسه اي هذا ال 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 الحدث اللي قاعد تستخدمه هسه ما استخدم حدث ست هذا بولت ان هذا الحدث هذا الحدث مو احنا مسوينه لا احنا بعدين راح نتعامل مع الاحداث نقول له هنا اذا صار الحدث الفلاني سوي فلان شيء بس هسه هذا استاذ عمار هسه هو هذا بوتن لو مو بوتن بوتن نفسه اللي راح نشتغله حتى بعدين عليه من تاخذ من تعطينا الايفنت اي نفسه وبس شنو نقول له انه مو الايفنت استاذ خالد الايفنت مو اللي يحدث على بوتن يعني الكليك يقول لك الكليك مو شرط هاي ثانويات اي بالضبط اي بكل مكان خلص. بس هسه لعد هو هسه هو شنو الحدث اللي جاي يخليه من جاي تضغط عليه وهذا مو ايفنت ايفنت نعم ايفنت هذا شنو هو يعني هذا الديفولت ايفنت اسمه كليك الافتراضي الحدث الافتراضي اليه هو الافتراضي يعني هسه هذا الافتراضي يعني هو هسه ماخذ اوريدي ماخذ كليك هو اي طبعا هذا للعلم ترى للعلم ترى حتى فيجوال بيسك لما الشخص هواي ناس برمجوا ما يعرفون الاحداث البوتنز ماخذ حدث اسمه الافتراض اسمه كليك زين هو اللي يريد يغير لغات البرمجه الديفولت مالته كليك بس حبيت يعني استفسر من عندها جزيل الشكر بالضبط هلو كل الادوات الى احداث افتراضيه بس هذا كله منك هذا الحكي كله منك خاف احد ما افتهم ما ادري شنو انت قلتي لي هذا شلون يصير وشلون يصير جرجرتيني انا خليتيني انا ما لي علاقه لا هذا لا فعلا استاذ هو هسه حتى الليبل لها احداث افتراضيه والتكست اذا انا اخذناه من مربع الادخال
كل أداة ناخذها لها أحداث افتراضية، بس هو هسه أكو أحداث ثانية، إذا أنت ما تحب تشتغل على الحدث الافتراضي راح تدخل أنت تقول بيها بعدين فعلاً. أي فعلاً أي بعد عندنا مثلاً خلينا نشوف والله هذا البرنامج هذا أعطيت دورة الإخوان بالجول بيسك لا مو هذا وينه سكرول ليس هذا هذا كله راح تاخذونه يعني نسوي مثله سوف اعتقد هذا انت استنت لا هذا يعني استخدمناه البوش بوتون استخدمناه اكثر من استخدام يعني هذا والله ما متأكد لا ما هو العموم يعني هو أول تالي أنا يعني كان لابد أن لازم أن أشرحه لأن يعني هذا يعني هو مو دورة جي او اي هذه بس هو من الشغلات المهمة اللي يعرف يعني اللي يشتغل جي او اي يكون يعرفه ولا أنا يعني شغلي بالجي او اي مو أنه نسوي البوتن بوش بوتن شغلي أنطيكم الأوبشن الأماكن طريقة العرض علاقة الوجهة بالوجهة وهيك يعني زين بس لابد انه احنا يعني نتقدم خطوة شوية بعيدا عن المناهج الموجودة المناهج الموجودة جافة يعني خلص يلك البوتون هاي الاوبشنز مالته روح اشتغل الليبل هاي الاوبشنز مالته روح اشتغل وهكذا زين بس احنا لابد انه يصير عندنا ساعد يعني ما يساعدنا على الفهم وعلى انه تتركز المادة ببالنا يعني جوز شوية اليوم بعض الإخوان صار عندهم صعوبة بس صدقوني يعني إذا ضبطتوا هذا الشيء وتعبتوا به واللي ما عرف وهسه يعني استحى وما قال ما فهمت عيد لي ها يعني ممكن باكر أول المحاضرة يقول لي شلون سويت البوش بوتون شلون استخدمته لأن هذا بصراحة مهم جدا نحتاجه هواية يعني يمر بينه بس ماكو اعتمادية علي يعني لا خلاص ممكن تجي تشتغل ما تحتاجه بس أقصد مهم لمرونة فهمك وأحيانا يعني راح يصير أكو حاجة بدل ما تسوي أكثر من بوتن الموضوع يعني سؤال أنت تريد مثلا تسجل صوت هسه أنت بالواتساب مثل بصمة صوتية شو تسوي تضغط صحيح تظل تحكي نشيل إيدك راح شنو راح يقطع تنفيذ الصوت مو صحيح فأنت يعني مو تسوي لك بوتون يسجل وبوتون يطفي مثل المسجلات القديمة هذا يشغل هذا دقمة ستوب مو صحيح يعني واحد لازم انه تكون عنده مهارة تو الأستاذ من قال لي إذا دخلنا الكود كله دخلناه داخل تكوين الوجت أنا يعني قلت له ما محبب بس يجوز احتاجه بيوم اللي يعني يجوز يضطر له ما ندري شنو ظروفه احنا الظروف ما ندري بيها يعني تجينا المشكله مثل القضاء والقدر مثل الحادث زين فتعال حلها وعندك وقت دائما انت يركض وراك الوقت يعني زين استاذ يعني ممكن احنا نبرمج مثلا انا عندي فد سكرين او ويندو بيها فد ثلاث ليبلات اربعه على اربع يعني بوتنات يعني فالسيستم معينه ده برمجه اي واني كل واحد اقعد اكتب له هلق البرامج اقدر اسويه بكلاس واستدعيه اذا هو راح انطيه نفس الديزاين بالسيستم طبعا طبعا ما يصير يعني. اصلا ما راح تشتغلين الا كلاس هذيك الساعه اكيد يعني لازم اي ها اي بس احنا صار مو تمام اي احنا هسه من نجي يعني للمناهج تنقسم قسمين المناهج البسيطه اللي انا جاي انتهج نهجها يعني هي ترى مناهج انجليزيه يعني زين ستاندرد نعم اللي ما يشتغل Object Oriented شيء علمك عليها ويقول لك بعدين أنت تقدر تشتغل Object Oriented أو يعطيك بعدين أمثلة بالObject Oriented وأكو المناهج اللي أصلاً هو من يشتغل لك من البداية Object Oriented طبعاً Object Oriented يعني جاي يعقد علي الفكرة يعني أنا المرة خلنا أفهم بعدين أنفذ فعلى قولتش لما هي عندي Object إلى يعني نفس المواصفات وهذه فأنا يعني ليبل لنفس المواصفات مثلا بس يختلف يعني بمن يعني اكو ثابت اللي هو اللون الخلفيه يعني اكو شيء ثابت مثلا بالضبط عدد التكست يعني
اقدر اتحكم بيه ادزه ك يعني argument اي صح نعم. التكست والمكان يعني الكولوم والرو بالضبط هذا ممكن يتغير والباقي نعم. الاشياء ثابته لسهوله ولسرعه البرمجه جدا يعني. جدا صح نعم. جدا صح جدا صح. تعقيبا على كلام الست هي اصلا هاي المكاتب المودلز هي اصلا كلاسات هو هذا اللي بداخلها نقدر نجيبه ونخليه يتنفذ بس معقد ويصير كبير فلذلك هم مختصرين بهاي الشغله يعني صحيح. لا احنا هي قصدها العمل داخل هذا الكلاس لا قصدها كلاس استاذ مو قصدها انه هذا الكلاس احنا نريد نفتحه قصدها نسوي كلاس لما نستدعي البوتون نعطيه مثلا بس التكست ونعطيه الرو الكولوم فايش راح نستخدم داخل الكلاس راح نستخدم كلاس التي كي اي 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 مرسوم كامل انا بس اي اكيد اكيد هذا قصدي يعني اكيد اكيد زين حد هنا اللي اطلب منكم بس تذكروني انه ادزلكم البرامج اللي كتبناها اليوم والملفات الباوربوينت احنا ما كملنا البوتون ما ضل بي شيء هو قليل زين اي والله ما بي شيء خلينا نكمل هاي على السريع لا والله لا 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 لا, لا, لا. واجب كالكوليتر صغيرة بس نرسمها رسم ها أربعة كالكوليتر لا بعد وقت لا لا بعد وقت على الكالكوليتر لأن ما أخذت الانتري بالطريقة لا كاملة قصدي أنا قلت أربعة بتنات ها حلو جميل شاشة عرض ليبل ايه. واحد نعرض عليه النتيجة مو إلا شاشة ها شلون ما بتمنك إنه شلون أنا أقدر أطلع النتيجة على ال يعني أتوقعها سهلة طبعًا أنا عندي فت فكرة لها بس ما سويته أنت ما نفذته شنو هو يعني أنا قلت النتيجة ليش تطلع خارج الفوم أريدها على داخل الليبل ها وين هذه هذا البرنامج من ديك الساعة البرنامج هذا البرنامج هذا خلص هذا عدي ليبل لا ما عندي يعني شغلي كله داخل الفورم خلص هذا الليبل مالتي هذا الليبل شوفي ست وين احنا عندنا مو عندنا هذا الاون اوف هنا ايش راح نقول له نقول له ما نريد الايمج يولي ايش مو كنا نقول له هنا اوف هنا راح نكتب له اوف ونفس الكلام هذا انا راح نقول له سوي لنا يا اون اون وقف تمام حتى البرنت ما نحتاج تولي البرنت هذا البرنت خلاص عليه بس بس العفو خلينا نسوي لنا ليبل غير هذه يشتيش بيها الصوره حتى لا نخرب شغلنا فات كله خل حط لنا ليبل هنا ليبل تو تساوي لنا تي كي دوت ليبل بالوين تكست تساوي لنا اوف هي اول شيء اوف زين ليبل تو دوت جريد رو تساوي لنا خلي يمه وهذا مو اربعه فارزه كولوم تساوي لنا واحد الفوق تونا سوينا كوبي بيست ليبل نسميه ليبل 2 هذا ليبل 2 ماشي هذا هو شوفونه الاوف صار اون وهذا قصص او اي اتش اللي عنده سؤال اتمنى يعني انا بس واحد ما اغفر له بس اللي مو فاهم وما يحكي ما اغفر له ابدا يعني ما يعني يظل بقلبي علي اللي يوم من الايام ادري بي يعني ما فاهم وما قال لي عيد اللي يفكر مثلا انه المحاضره طول انا البدايه متفق وياكم ويا الجميع قلت لكم انا امشي بالسرعه اللي هي مو كلش واطئه ولكنه واطئه مو بالسرعه العاليه زين لان مهمتنا انه نعبر هذا الساتر الترابي العالي اللي بعدنا عن لغه بايثون ومخلينا نبرمج بلغات بصراحه يعني هي زينه لانه ما راح تتوجه بينا للصداره وتخلينا مجتمع
يسمونا احنا دول العالم الثالث، حتى ما لحق دول العالم الثالث هسه حاليا. زين اتمنى مستوى الطرح اعتقد كلش ممتاز، يعني لا سريع ولا بطيء، لانه ويانا جماعه ما جاي يلحقون خطيه يطبقون او ما يحضرون. اي 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 جاي نراعي هذا الشيء. اي سعد علي جاي يوصينا يعني انه حتى ناخذ عطل حتى نتاخر في بعض الامور، بس احنا الجي او اي اذا بعد لنا 3 ايام فما نلحق ناخذها، ترى الجي او اي يريد اللي هم من عندنا بعد صراحه 6 ايام يعني، لان احنا طولنا بالاوبجكت اورينتد اخذنا لنا يومين. زين الجي او اي اخواني اخواتي يعني محتاج من عندكم صراحه صبرون علي يعني شويه، يعني بعد ما ادري يوم السابع علي خاف، لان ذيك المره انا ما اخذتها قال لي كافي تعبه. زين وما عندي مشكله يعني نترك الماده على النص بعدين نكمل، انا ما عندي مشكله. او تقول لا والله ناخذ لنا عطله يومين ثلاثه نرتاح ومن ثم نستأنف الدوره وكيفكم، الموضوع اب تو يو، يصير اي تصويت وانتم تقرروا خير وبركه. ف ان شاء الله خير. احنا اليوم اكتفينا 8 و10 الى هسه، طبعا بدينا 8 و10 فعليا. زين نستودعكم الله، وان شاء الله الملتقى ما اعرف شو وقت استاذ علي، شو وقت المحاضره القادمه، باكر لو باكر عطله باكر ريست